وعارفين ان هو يعني اللعيبه اللي عندها قلب وعندها روح وعندها يعني قدره، وده كان مطلب الكابتن علي ماهر تمام. اللي احنا حققناه. هل بن شرقي، اشرف بن شرقي، في اي وقت كان خيارا بالنسبه لكم او لسه ما زال خيارا؟ لا، لم يكن خيارا بالنسبه لنا، لكنه طرح علينا. طرح لكنه لم عليكم. يكن خيار، لكنه لم يكن خيار زيه مثله اخرين. ما احنا مفهوم. جالنا لعيبه كبيره جدا، ايه لكن اسباب عدم لكن اللجوء الى هذا الخيار سياده النائب؟ يعني انا مش عاوز اتكلم. اولا بن شرقي لم يعد بن شرقي اللي كان موجود في الزمالك، والدليل ان انا ما شفنالوش تاني. الحاجه الثانيه، وده ليس تقليلا من ولاد مفهوم. كبير وحجمه كبير وكده. الحاجه الثانيه، الارقام اللي ممكن يجي يطلبها في النادي المصري، اعتقد احنا مش عندنا لاعبين. حاجه الاهم عندنا ان احنا عندنا في نفس المركز بتاع بن شرقي مش اقل من 2 3 لاعبين كبار جدا، لا يقلوا عنه في المستوى ولديهم قدرات ولديهم الطموح تمام. ويحققوا طموح النادي المصري وجماهيره. كنتوا اتكلمتوا في ما سيطلبه اللاعب ولا ما وصلتوش للمرحلة دي أصلا؟ نهائي ما كنتوش أصلا وصلتوا. ولن يحدث تفاوض، تمام. لا من قريب ولا من بعيد. انا بس مش انا بقول لك حقيقي يعني، مفهوم عشان تماما، برضه مفهوم ممكن تماما. اقول لك احنا عاوزين نجيب بن شرقي وعاوزين أيوه. نجيب كريم بنزيما وعاوزين نجيب رونالدو، لكن ده كله كلام. يعني النادي المصري بيتعامل بواقعيه مع الملفات بتاع تمام، كره القدم، مفهوم. وبالتالي احنا مش عاوزين ومش محتاجين ان احنا نعمل بروبوجندا في هذا تمام. الامر. ده ممكن يكون شغل وكلاء لاعبين بيحاولوا، وما بنبقاش احنا برضه داخلين كجزء من صفقة مع آخرين. يعني يقول لك مفهوم. ده النادي المصري بيزاحم ده بالحق، لا ما بنعملش الكلام ده. احنا بنبص على احتياجاتنا تمام. وبنتعامل بمسؤولية وبنحترم كل الأندية. اللي مزعلنا بس هو الأندية الخاصة اللي يعني شايفها ان هي يعني عبء على الكرة المصرية بس، عبء وبقول لك على بدون الكرة صراحة. المصرية. طبعا يعني تحية يعني، يعني ممكن بقول لك من وجهة نظري صريح. ضميتوا ميدو جابر مثلا من سيراميك كليوباترا، هل التفاوض كان سهل ولا حسيته بصعوبة؟ لا شوف، هو ما فيش تفاوض، هو لعيب كبير وبالتالي هو ما فيش مش حاجه سهله في التفاوض. ولكن بيساعدك برضو في الكلام ده رغبه اللاعب مهمه، مفهوم. واللاعب لما بيساعدك في التفاوض يعني احيانا في التفاوض برضو بيتنازل عن جزء من مستحقاته لدى النادي اللي كان فيه، بيسائل مأموريته، يعني كل ده جزء مهم جدا. تمام المفروض النادي المصري وهو بيشتغل، تمام بجانب احنا بنحترم برضو اداره سيراميكا، هي يعني برضو كانت معانا يعني اللي طلبوه اخذوه، ولكن مفهوم في التفاوض كان التفاوض صعب ولكنه انتهى مفهوم. باحترافيه كبيره جدا.